وإلينا ديما الشامي الناطقة باسم شبكة شام الإخبارية. ديما أهلا بك معنا، لو وضعتنا في آخر التطورات الميدانية فيما يخص الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق والتي تتعرض للقصف منها حي جوبر. نعم، السلام عليكم. بالنسبة لأحياء دمشق الجنوبية، يعني آخر الأنباء هي الاشتباكات في أطراف حي مخيم اليرموك، وهناك 3 شهداء ارتقوا بسبب النيران القناصة المنتشرين والمتوزعين حول الحي، لا زال حتى الآن يشهد اشتباكات متقطعة. أما أحياء دمشق الشرقية في اليوم أيضا شهدت اشتباكات متقطعة في يعني تخوم حي جوبر وأيضا المنطقة الصناعية في حي القابون. هناك أيضا يعني قصف عنيف شهده حي القابون مدفعي ومكثف أدى لحدوث ماس كهربائي واشتعال الحرائق في الحي، وأغار الطيران الحربي أيضا على حي جوبر مرتين محدثا دمارا هائلا في منطقتي طيبة والعماد. نعم، ماذا عن أطراف ريف المنطقة دمشق؟ الصناعية شهدت اشتباكات، لكن لا يوجد أي تقدم يعني يذكر في صفوف النظام، نعم، كما لا يوجد محاولات اقتحام عدة الأيام السابقة، وهذا يعني عكس ما أورده اليوم إعلام النظام، فقد أعلن أنه اقتحم منطقة صناعية في القابون وجوبر على يعني وسائل إعلامه، وهذا الخبر منفي جملة وتفصيلا، والدليل على ذلك هو استمرار القصف يعني على القابون وجوبر. نعم، بالنسبة لسؤالك عن الريف الدمشقي، فلا زال يعني يشهد معارك في عدة جبهات. الخبر الأبرز هو انشقاق 30 عنصر من الحرس الجمهوري الفرقة الرابعة من قبل يعني عناصر أحد الألوية الموجودة في مدينة حرستا بريف دمشق. اليوم أيضا الزبداني عليها تصعيد عنيف جدا، 3 غارات بالطيران الحربي إضافة إلى القصف المكثف الذي لم تشهد له مدينة الزبداني مثيل قبل ذلك، نعم، بالمدفعية والدبابات وبالصواريخ أيضا. الموضوع أيضا يعني الحصار الذي لا زال مفروضا على الغوطة الشرقية، حصار يفرض عدم دخول الطحين والوقود إلى كل مناطق الغوطة الشرقية، والمعارك لا زالت مشتعلة على عدة جبهات، إضافة إلى القصف المكثف اليوم على الشيفونية، أيضا على البويضة، أيضا على يعني عقربة كان هناك إحراق للمحاصيل الزراعية، وهناك حملات مداهمات في عطوز وفي قتنة. وأيضا في حرستا هناك تطور ملفت بالنسبة لقوات النظام، أنهم يحاولون تفخيخ المنازل في غرب الأوتوستراد وسرقتها، يعني يسرقونها نعم، وينهبونها ثم يقومون بتفخيخها وتفجيرها. المعارك التي يعني ابرز المعارك المشتعله هي في جبهه الفرقان، على يعني جبهه تقريبا تزيد عن 35 كيلومتر في جبهه المرج، ولا زالت تشهد كر وفر بين قوات النظام والجيش الحر. شكرا لك يا ديما الشامي الناطقة باسم شبكة شام الإخبارية، حدثتنا